هذه اللحظة لحظة تعتبرها الرابطة المحمدية للعلماء لحظة فارقة في أدائها، لحظة ميلاد مركز مصالح الذي يأتي تتويجا لسبع سنوات من العمل المستدام والجاد من قبل كل الشركاء الذين أسهموا في بلورة هذا البرنامج، برنامج قد كان في إطار شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرابطة المحمدية للعلماء، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وباقي الشركاء المؤسسيين الآخرين الذين لم يبخل أي منهم بما يلزم وينبغي من جهد لإنجاح هذا البرنامج. اليوم وبتعليمات سامية من مولانا أمير المؤمنين أدام الله عزه يتم إنشاء مركز مصالح، حيث ستكون هناك نقلة لأداء ما كان في إطار البرنامج، والذي بفضل الله استمر سبع سنوات 12 نسخة باندماج كلي لخريجات وخريجي هذا البرنامج. وبالمناسبة السنة الحالية تم إعلان سجون خالية من المعتقلات بتهمة الإرهاب أو بطائلة قوانين الإرهاب. البرنامج له أهدافه التي يستمدها من اسمه، مصالحة، هي مصالحة مع الذات، مصالحة مع النص الديني، مصالحة مع المجتمع ومع قوانينه ومع كل أطره وأنساقه التي تمكنه من أن يكون مجتمعا فعالا. يشرف على كل شق من هذه الأبعاد، يشرف عليه جملة من الخبراء تحت مظلة مؤسسات يمثلنا، حتى نتأكد من أن هذه المضامين وهذه المناهج وهذه البرامج إنما هي كلها قد عبرت من كافة المصافي اللازمة لكي تجعل من هذا البرنامج برنامجا فعالا. اليوم وفي إطار مركز مصالحة هناك حياة وميلاد جديدان، بحيث إن القضية ستصبح داخل إطار النسقية، داخل إطار الأداء المستدام والتقويم والمحاسبة المستدامين، لكن في إطار كذلك رفع القدرات ونقش هذه القدرات من خلال التكوينات ومن خلال الاستمزاجات لآراء الخبراء محليا ودوليا، حتى يكون إن شاء الله أداء هذا المركز في مستوى تطلعات مولانا أمير المؤمنين أدام الله عزه. الخبراء الذين راكموا هذه التجربة بفضل الله تعالى سوف يستمرون مع المركز في أدائه الجديد. سوف يتم في أول عمل يقوم به المركز إطلاق دراسة شاملة ذات صبغة استراتيجية تتغير استبانة كافة الشروط والمستلزمات والمقتضيات التي تجعل هذا المركز يحافظ على التميز الذي حصلته المملكة من خلال إمضاء برنامج مصالحة خلال السبع سنوات الماضية.